الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن عدد المحاصيل الاستراتيجية والتي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية، وقد جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة مقترحات لتحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع. ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات. شهدت العاصمة الهندية نيودلهي ختام أعمال واجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له من المطورين الصناعيين قبل التوجه للمحطة الثانية في مدينة مومباي لاستكمال الجولة الترويجية وطرق أبواب الاستثمارات الهندية. عقد وفد اقتصادية قناة السويس لقاءات مكثفة مع شركات هندية متنوعة تعمل في مجالات تتوزع ما بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية والمرافق والإنشاءات العامة والصناعات النسيجية والدهانات ومحطات تحلية المياه، وأبدوا اهتماماً بإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية. عقد وزير العمل حسن شحاتة اجتماعاً مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، وبحثوا آخر تطورات المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومناقشة الخطوات التنفيذية والتي سيتم اتخاذها لتطوير 5 مراكز تدريب مهني طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات 6 المعنية بهذا الأمر. شهد وزير البترول والثروه المعدنيه طارق الملا توقيع بين هيئه البترول واباتشي الامريكيه على لائحه تنظيميه لاداره عمل شركه خلدة للبترول المشتركه بين الجانبين، وذلك بعد عمليه الدمج التي تمت بين شركتي خلدة للبترول وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظله خالده، وجاءت انطلاقا من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتاسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج واداء اعلى كفاءه في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز. أكد الوزير على أهمية التوقيع وأن هذه الخطوة والتي تأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي تمثل بداية كبيرة لمرحلة جديدة للعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال الكيان المندمج وتنمية حجم الأعمال، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتحقيق النتائج الإيجابية الملموسة والأكثر كفاءة على أرض الواقع. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار العقود الأجلة للنفط وسط مخاوف المتعاملين من تغلب تأثير رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة أكبر من المتوقع على بيانات مخزونات النفط الأمريكية، والتي من المحتمل أن تكون مرتفعة. هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.9% لتحقق 74 دولار و90 سنتا للبرميل، بينما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 3% لتصل وتحقق 70 دولار و34 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 3.1% لتصل وتحقق 2.41 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 23% لتسجل ما قيمته 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا. يهدف هذا المشروع إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة والضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية. سيعزز هذا المشروع من الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة والتقليص من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذباً للاستثمارات. في بورصة وول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية غداة تمسك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بموقفه المتشدد تجاه مسار أسعار الفائدة قبيل شهادته لليوم الثاني أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي. هبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.24%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع بما نسبته 0.44%. رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.75%. ذكر البنك أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة الضغوط والضغط التضخمي الذي زاد مرة أخرى على المدى المتوسط، وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من الزيادات ستكون ضرورية. وانخفض التضخم بشكل كبير وبشكل تدريجي ليصل إلى 2.2% في مايو، لكنه أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي السويسري والذي حذر من استمرار ضغوط الأسعار. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في أن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار برنامج الإنقاذ الخاص بصندوق النقد الدولي. خلال لقائه لمديرة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا، أضاف شريف أن باكستان لا تزال ملتزمة بتلبية جميع المتطلبات الدولية اللازمة، وقد كان لدى باكستان بالكاد احتياطيات لعملات كافية لتغطية واردات شهر واحد. وتأمل باكستان في الإفراغ عن 1.1 مليار دولار من الأموال في نوفمبر، لكن صندوق النقد الدولي أصر على تلبية عدد من الشروط قبل أن يقوم بأي مدفوعات أخرى. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع زملائي سحر ودينا. شكرا لك مصطفى.